بكم يا أصدقائي بقناتي أنا ألعب لأتعلم I play, I learn. اليوم حأخذكم معي مشوار بهالثلجات الحلوين. اليوم نزل ثلج كتير وغطى كل المناطق، فنحن اليوم حأخذكم معي بالسيارة تشوفوا الطرقات والشجرات قديش كل الثلج شي بجنن كتير. المنظر كتير 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 حلو، حتنبسطوا كتير. شوفوا هلأ كمان هاي الليك اللي وراي متجمدة فيها كم بطة، وبس كتير المنظر حلو وحبيت وقف وورجيكم ياه لأنه عن جد المنظر كتير كتير حلو. خليكن معي وتابعوا كل الفيديو ولا تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة مشان ضل أخذكم مشاوير ونلعب سوا ونتعلم سوا. خلينا نتعلم يا أصدقائي كيف بيتكون التلج. هلأ التلج والمطر من السماء، والمطر عبارة عن قطرات ماء صغيرة متجمعة بالغيوم، ولما يكون الهواء داخل هالغيوم بارد جدا بيجعل هالقطرات بتتجمد وتتحول لنتف تسقط من السماء اسمها تلج. هلأ نتفة التلج هي عبارة عن قطرة ماء متجمدة، كل نتفة إلى 6 وجوه وكل منها إلى شكل مختلف، بس ما فينا نشوفها بالعين المجردة، ما فينا نشوفها إلا بواسطة المكبر. وحتى وقت بتتراكم الثلوج بقمم الجبال هذا كتير مصدر هام للمي، لأنه الجبال بتتراكم فيها ودرجات الحرارة فيها أخفض، فبيؤدي إلى وجودها بفترة أطول، وهذا الشيء بيشكل مصدر غني للمياه. هلا يا اصدقائي حنكمل مشوارنا وتشوفوا هالطرقات الحلوه ونسمع اغاني اطفال للثلج بالعربي والانجليزي. شتي الدنيا تلج والنجمه
شلال هون كتير حلو، والله جعبالي انزل وشوفه. تعوا اصدقائي نروح سوا نشوف هذا الشلال. هي هي هي. وهي نزلنا انا وياكم يا اصدقائي. شوفوا شوفوا ما احلى هالشلال. يا الله صوته كتير كتير حلو. يا عيني والله منظر كتير كتير حلو. هي انا مبسوط كتير، انا مبسوط كتير. هيا أصدقائي آخر محطة اليوم بمشوارنا مع هالليك المتجمدة. شوفوا ما أحلاها، كثير كثير حلوة هي كمان، ليك كبيرة ومتجمدة. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا اليوم بالمشوار وانبسطتوا بشوفة هالثلجات الحلوين كأنكم معي. بحبكم كثير كثير. لا تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتضلوا تتابعوا فيديوهاتي أول بأول وكل الألعاب مشان تنبسطوا كثير معي. باي باي.